نعمل حرف ال بالطريقة السهلة بتاعتنا خالص، اللي هي مش منتظمة، مش بتحتكم لأي حاجة. قوانين اللي هي مش بتحتكم على قواعد أو خطوط مستقيمة، تبقى انسيابية خالص. كده خلصنا حرف ال L. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، متنسوش الاشتراك والتعليق لينا في القنوات عشان نعرف انك مهتم معانا، ونكمل مع بعض سوا. وشكرا ليكم، ونتقابل في فيديو جديد ليكم ان شاء الله.